السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في قناتي وقناتكم مطبخ لولود. ونتمنى أن الوصفات اللي تنزلوا يعجبوكم وينالوا الاستحسان ديالكم. واللي شاف القناة أول مرة يدير أبوني ودعموني بواحد جيم وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. اليوم غادي نديروا واحد الساندويتشات مكسيكية سميتهم لي فاخيتاس، تيجيو خفاف وزوينين وينفعونا في هذا الصيف هذا للوليدات ان شاء الله يعجبوهم. نبداو بالمقادير. عندنا 4 ديال الطريفات ديال سطر الدجاج قطعناهم امانسي، عندنا 3 الفلافل ملونين، وحده خضراء وصفراء وحمراء، اللي دار غير جوج اللي باغي غير جوج يديرهم. عندنا بصله ولاميل، بصله مقطعه لاميل، عندنا شويه الخس مقطع، عندنا كريم للدهن، فرماج للدهن، فرماج ابيض للدهن، اي نوع عندكم، كاين جبلي، كاين هذا جيرفي هذا اللي خدمت انا اليوم، كاين كريديليس، كاين فيلادلفيا. عندنا الثومه، زيت الزيتون، عصير نص حامضه، العطريه اللي غنستعمل، عندنا شويه الكمون، وعندنا الفلفله حاره، وهذا الميلونج ديال العطريه المكسيكيه كيتباع في الاسواق الممتازه لي سوبر مارشي. وعندنا البزار، وعندنا هاد لي طورتيه، هادو انا شريتهم فيهم بزاف القياسات، انا عندي جوج قياسات هنايا، كاين قياس صغير من هذا وقياس كبرى منهم. وعندنا الكواكامول، انا كنصايبها، اللي بغى يشريها يشريها، واللي عنده شي وصفات الكواكامول خاصه به يديرها، انا كنصايبها بهاد المقادير هادو. كنمارينيو الدجاج، اول شيء كنمارينيو الدجاج، كنديرو الثومه، عصير نص حامضه، زيت الزيتون، العطريه المكسيكيه الميلونج ديال لي زيبيس مكسيكان، الكمون والحار السودانيه والملحة، كنخلطوهم مزيان، تنخليهم غير شي كل ما ترقدوا. انا نسيت البزار، انا عاد درتو دابا، وغادي نغطيوها ونخليوهم يترقدوا شويه، لو طون اللي نطيبوا فيه الفلفله والبصله. غناخدو مقله وغنديرو فيها شويه ديال زيت الزيتون، وغنديرو الفلفله والبصله، وغنديرو الملحه والبزار. ها هما لي درنا مليحه وبزيره والفلفله والبصله فرقه وحده، وغنبقاو نشحروهم زيتو. غناخدو مقله واحده اخرى ونديرو فيها شويه الزيت، غير شويه، فريمون شويه، لان حيتاش الدجاج اصلا فيه زيت الزيتون. وغنشحرو حتى داك الصدر ديال الدجاج مقطع، من بعد ما سخلينا الزيت شويه دفى كنلوحو فيه الدجاج.
هنا غنهضروا شويه على الجواكامول. الجواكامول اللي بغى يشريها راه كتباع في المتاجر، واللي عنده شي وصفه كيصايب بها خاصه بيه تيصايب بها الجواكامول ديالها. انا غنديرها هنا بمطيشه صحيحه بقشورها بكل شيء، بصله صغيره فريمون صغيره، عصير عندنا التحميره وبزار وعصير نص حامضه وجوج افوكات صغار. الا كانت عندكم كبيره تكتفي غير بوحده. تنزيد فيها هاد العطريه هادي نورمالمون هادي بوغ اون بار. انا كنديرها منها غير شويه، لان هنا اصلا غندير غير شويه، شريتها من كارفور. فوالا ها هي، من بعد ما صايبتها طحنتها في الغوبو شي كي تجي زوينه، عندها واحد التكستور زوينه ولذيذه، ودرت غير شويه اللي يكفيني اليوم. نبداو في المونتاج ديال من بعد ما طابنا الدجاج والفلافل. نبداو نعمروا لي فاخ الطاس ديالنا. كنبداو كنديروا الجبن الابيض، هي اون فيت تصايب بالكريم باتيسير ايبس غليظه، في الكريم بلوتو الكريم فريش ايبس الثقيله. انا تنفضل ندير هذا الجبن هنا تيكون لذيذ. كنديرو شويه الخضره، شويه الخس، شويه الخضره والدجاج. هادي اللي بغى يديرها يديرها، اللي ما بغاش يحطها معاها حتى تزيد الواحد القياس اللي يبغى ولا تياكل وتيهز منها. كنصدو هاد القريصات، اللي ما عندوش القريصات تيدير كوردون. فوالا هنا تاني في الثانيه لا ميم شوز، غير هنا غندير غندير الكواكامول لتحت باش ما يحجبش. ولا ما بغيتوش ديروا الكواكامول ما نديروش، غير باش طريقتين مختلفتين ديال التمر ديالها. الخس هي زوينه في هذا الصيف هذا في الحقيقه، الواحد يديرها فحال الغداء ولا العشاء، ولا كل واحد يمشي يفضل ياكل هاد الوجبه هادي مع فيها داك الفلفله غنيه بالفيتامين سي مزيانه للوليدات. فوالا كنجمعهم كنصدهم داك القرص. هاي التقديم النهائي، نتمنى تعجبكم وتجربوها وتعجبكم ان شاء الله. شي حاجه خفيفه وسهله وزوينه.